لها سؤال آخر تسأل فيه عن الجن، أين هم وهل هم مخلوقون الآن؟ جزاكم الله خيرا. الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي. فوجود الجن أمر مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر وجودهم فهو كافر. أما أين هم فهم في ملك الله سبحانه وتعالى، يعيشون معنا في هذه الأرض، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى إمكانية تختلف عن إمكانية الإنس، كونهم يطيرون في الهواء أو ينتقلون بسرعة من الأمكنة ويتشكلون بأشكال مختلفة، وهم عالم لا نراهم يعني في الغالب، وقد يراهم بعض الناس ولكن الغالب أنهم لا يرون، بقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الشيطان يرانا هو وقبيله يعني الجن من حيث لا نراهم، فهم عالم مستور عنا، وهم من عالم الغيب الذي نؤمن به وإن لم نره لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك. وهم مكلفون بالعبادة مثل الإنس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون بالعبادة، مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهيون عن معصية الله، والعاصي منهم يدخل النار والكافر منهم يدخل النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.